اللي بنحكي الاشخاص السلبيين اللي بيقولوا انت عملت هيك وانت عملت هيك وانت عملت هيك، ببلش يحس بجنون عظمي انه انا تعديت مشاكل كثير كبيره، فببلش بده يعكس هاي المشاكل النفسيه على غيره، وحتى بتكون يعني بشغلات غير واضحه، مش واضحه بشكل كثير كبير، ولكن بتصرفات يوميه سيئه ومؤذيه وسامه للاشخاص اللي حواليه. نعم يا دينا، خلينا الان نرحب باللايف كوتش سجى السعيدي اللي راح تكون معنا عبر الهاتف. يسعد صباحك يا سجى، واهلا وسهلا بك ويانا. صباح الخير سجى. صباح الخير، يسعد صباحكم. سجى، بالبدايه اريد نعرف منك اكثر، شنو هو مرض جنون العظمه او ما يسمى بالبارانويا؟ البارانويا هو مرض نفسي يصيب بعض الاشخاص. طبعا من الصفه اللي تتضح عليهم هو الشعور بحاله من الوهن، انهم عندهم قدرات او يعني قدرات فائقه عن الواقع وامكانيات مو واقعيه. طبعا وبنفس الحاله تتسم فيهم صفات اخرى اللي هي نوع من الشك والرهبه من الناس المحيطين حواليهم، يعني اكثر الناس اللي يشكون فيهم هم الناس اللي محيطين حواليهم، يتخيلوا ان هم ممكن ضدهم، ضد نجاحهم، ضد افكارهم، ممكن يسرقوا افكارهم، ممكن يطبقوا ضد حياتهم. ولهذا دائما الشخص اللي عنده بارانويا يتكلم بطريقه قصص وافكار يطرحها هي غير واقعيه، يعني الشخص اللي مقابله يلاحظ انه هذا الشخص بيتكلم شيء مو واقعي جدا وهذا ما يعبر عن نفسه يعني. ودائما تلاحظ انه يكون شوي عصبي وعدواني اذا انت خالفته بالراي، وعلاقاته محدوده نوعا ما. نعم جميل. طيب سجى، يعني في كثير اشخاص بنلاقيهم انه حساسين جدا، ما بيتحملوا النقد، ما بيتحملوا حدا يعطيهم معلومه او يعطيهم اي توضيح لاي شغله ممكن يتصرفوا فيها، هل هدول الاشخاص يعتبروا اشخاص مصابين بجنون العظمه او هي فقط حساسيه مفرطه؟ لا اكيد ما ترتبط بالجنون العظمه. هي صحيح سمه من سمات اللي عندهم جنون عظمه يكونوا حساسين جدا وغير قابلين للانتقاد، لكن الشخص الحساس ممكن يكون هو شخص عاطفي زياده، ممكن يتعامل مع الامور بطريقه حساسه لان هو شخص الذكاء العاطفي عنده اكبر من باقي انواع الذكاء، وممكن يكون من ردة فعل لموقف صار معاه بحياته اللي خلته يشعر بهذه الحساسيه. والشيء الثالث اللي هو ممكن هذا الشخص لما يقدم لك شيء او ينطيك نصيحه او يحط سقف توقعات عاليه، انه ممكن هذا الشخص حيقدم لي شيء بالمقابل او يسمع لنصيحتي، فلما يشوف انه الشخص الاخر ما سوى هذا الشيء او انتقده او تلاحظي يعني يتضايق ويصير حساس، اذا نسميهم حساسين. هو بس الفكر انه الانسان لازم يعني يخفض سقف توقعاته من الناس. فليست بالضروره تكون لها علاقه بجنون العظمه، لكن مثل ما قلنا هي اكيد اللي عنده جنون عظمه سمه من سماتها الحساسيه طبعا. نعم، طيب الاشخاص اللي يمدحون انفسهم، هل ممكن يصنف يعني يمدحون انفسهم بشكل مبالغ جدا؟ هل ممكن نصنفهم او هل ممكن هذا يكون عرض من اعراض جنون العظمه؟ هي نرجع نفس الشيء، انه نقطه من نقاط جنون العظمه اكيد المدح بالنفس، لكن هذا لا يعني الشخص اللي يمدح بنفسه هو عنده جنون عظمه. اللي يمدح بنفسه ترجع لعده اسباب، وممكن الشخص هو يكون عنده شعور بالنقص يحاول يغطيه بالمدح الزائد لنفسه حتى يغطي على الشعور الداخلي اللي هو بصراع فيه، فيبين للناس انه هو لا أنا يعني انا شاطر بهذا الشيء، انا كفو بهذا الموضوع وهكذا، هو حتى بس يحاول يغطي على الشعور بالنقص. عاده الانسان اللي يحب نفسه وعنده اكتفاء بذاته، يعني حتى لو الشخص اللي ينتقده هو يكون عنده محطمه من هذه الامور، لذا الانسان لا يعني الانسان اللي عنده ثقه بنفسه ليس لها داعي انه يمدح بنفسه بهالطريقه المبالغ فيها. اذا الانسان صار عنده عقده النقص هذه كبرت وصار في عدم حب للذات وكبر هذا الجاب، الفجوه اللي بين الشخص داخليا والشخص ظاهريا، وما عالج هذا الامر وظل دائما يمدح بنفسه، ممكن اكيد يتفاقم ويوصل لمرحله الجنون العظمه. نعم جميل. طبعا اذا تفاقم. نعم، طيب سجى، شو ممكن تكون اسباب الاصابه بجنون العظمه؟ هل هي مثل ما ذكرنا انا وهج بالبدايه انه هي ممكن يكون شخص تعرض لظروف صعبه او شغله صعبه اثرت فيه، او ممكن يكون هو وراثي، او ممكن يكون هو بسبب تربيه خاطئه من الاهل؟ من ناحيه الوراثي حسب الدراسات اللي طلعت
يعني قليل جدا ترتبط بالوراثة، لكن هي لها عدة أسباب. ممكن البيئة المحيطة، البيئة المحيطة تعتمد على عدة أمور، منها البيئة اللي هي كيف ربي هو صغير الشخص، ممكن كان رابي ببيئة فيها تنمر، ممكن البيئة كانت مو سبورت لإله، ما في دعم للشخص نفسه، لذا حس إنه هو حتى يبرز لازم ينعزل عنهم، لازم يعيش بحالة من الوهم، يفكر نفسه إنه هو عنده قدرات خاصة، عنده كيان خاص، حتى يخلق لنفسه كيان، لأنه ما حس هو عنده كيان بهذه العائلة، فخلق لنفسه الكيان الخاص بنفسه. ممكن تكون من بيئة المدرسة، نرجع نقول إنه في ممكن التنمر من الطلاب، ممكن عدم اهتمام المدرسين، يخلق من الطالب انعزال عن المحيط والطلاب، والتفرغ لأشياء مهمة يحس نفسه هو مميز فيها. نفس النقطة اللي هي إذا الواحد من الطفولة إنه يزرع يكون لنفسه كيان خاص لإله. وممكن بالعمل من الضغط النفسي والإرهاق وقلة النوم والتفكير الزائد وعدم المساواة، يصير الشخص توصل في مرحلة أنه يفكر لا أنا كفو أكثر منهم، أنا أحسن منهم، أنا ممكن أسوي هذا الشيء أنا وأنا وأنا، وينعزل. هذه الظروف البيئية، وفي اللي مهمة واللي ممكن إحنا كلنا نواجهها بحياتنا، في بعض الناس اللي عندهم مناصب عالية إن كانت بالعمل أو إن كانت بالمجتمع، للأسف من كثر ما البيئة المحيطة حواليهم، من كثر المديح اللي يتلقوه، من كثر ما هم عندهم باور قوة، يوصل فيهم مرحلة إنه ما يشعرون غير إنه هم ضم طاقاتهم، يعني هم يحسوا نفسهم إنه هم أعلى من ما هم بالواقع، من ناحية كفاءات، من ناحية أفكار، من ناحية باور وقوة، وشدة تمسكهم بهذا الشيء يجعل منهم يوصل لمرحلة النرجسية ويتجاوز النرجسية ويوصل لمرحلة جنون العظمة. هذه إذا نتكلم على المراحل البيئية المحيطة اللي تجعل من الإنسان ممكن يصير جنون عظمة. نتجه على الجانب الآخر اللي هو ممكن مرضي، ممكن في بعض الأشخاص يصيبهم تجلط معين، فبيصير في دامج معين، تضرر بخلايا معينة بالمخ، فتجعل من عنده يصير يفقد جزء من الذاكرة ويصير يتخيل ويتوهم أفكار وقصص هي غير واقعية، هو يتخيل أنه هو سواها وحققها وأنجزها، ويصير عدائي ويرهب المحيط الخارجي، أو ممكن من الكبر، يعني نلاحظها لما يكبر الإنسان بالعمر اللي هي مرحلة الخرف، ممكن الشخص توصل عند هاي المرحلة ويعيش على أثر الماضي، إنه أنا كنت وأنا كنت، هو ما يطلع من الماضي، هو يظل يفكر إنه هذا هو نفسه بعده بالوقت الحالي، إذا هو كان ماسك مناصب معينة أو كان إلى هالباور أو القوة المعينة، حتى هو كبير يتخيل هو بعده نفس هذا الشخص بنفس هذا القوة بنفس هذه الأوثوريتي. فهي بكل الأحوال يعني هي أسبابها العزلة، هو إنك أنت تعزل نفسك عن الناس، عن المحيط اللي أنت فيه، تجعل منك وقت يسمح لك إنك تتخيل تخيلات لا تمت بالواقع، وتتخيل نفسك بقصة ثانية. فالشخص اللي عنده البارانويا هو يعيش حالة ثانية وقصة ثانية غير واقعية، ويشعر بكل الحالات، يشعر الشخص بالتهديد من الطرف اللي أقرب الناس لإله، إن كان عائلته، إن كان بالمدرسة، إن كان بالعمل، ويحس إنه هذول أقرب الناس لإله هم الناس اللي راح يغدروه، وهم الناس اللي حيسرقوا أفكاره، وإن الناس ما حيفهموا حتى لو أنت قدمت لهم الأدلة الواضحة إنه كلامك هو صحيح وكلامهم غلط، هذا لا يعني إنه هم حيصدقوك، وممكن يكونون عدوانيين جدا. نعم. طيب اليوم يعني هل ممكن بعض المشاهير يصلون إلى مرحلة جنون العظمة؟ أكيد. طبعاً أكيد إحنا ما نعمل، لكن في جزء كبير منهم لما يوصلوا لمرحلة الضغط الإعلامي، الضغط ومحبة الجمهور الزيادة، لما تشوف إنسان يمشي والناس تتهافت عليه بالصريخ وبالبكي وبالإغماء، الإنسان يصير عنده غرور الداخلي يكبر، يصير يحس نفسه إنه هو أعلى من كل اللي هو بيه كشخص. لما يفقد هذا الشيء بعد فترة، لما يفقد هذا الشيء هو ما يقدر يشوف هذا الشيء، هو بعد عايش في المرحلة اللي هي إنه الناس بعدها تحبه، إنه هو صنع تغيير كبير بعالم الفن أو عالم الموسيقى أو عالم الرسم أو whatever، يعني إيش العالم اللي هو كان فيه، يتخيل نفسه هو اللي صنع التاريخ، هو اللي غير، وإنه ما حد حيجي غيره، ويتخيل تخيلات. وطبعا أكيد
بينعزل. ولذا دائما نلاحظ انه اكثر الناس اللي حققوا اشتهار كبير فجاه نسمع انه انتحروا، فجاه نسمع انه صار في ديبرشن والكحول. والعفو قبل شوي انا ما ذكرت نقطه مهمه، انه في بعض الناس اللي تتعاطى مخدرات تجعل منهم يتوهمون ويتخيلون تخيلات ويصيروا عدائيين وينعزلوا وتجعل منهم جنون العظمه. يعني واحده من الاسباب اللي انا نسيت اذكرها اللي هي اكيد المخدرات او الحبوب اللي يعني تعمل نوع من التخيلات. نعم جميل. طيب سجى، في حال احنا كاشخاص عم نواجه شخص معين بحياتنا سواء كان بالعائله او زميل او صديق او الى ما هنالك بيعاني من جنون العظمه، واكيد عاده الاشخاص اللي حوالين الشخص بيلاحظوا قبل ما هو يحس انه في عنده مشكله، كيف نتعامل مع هذا الشخص وكيف نحاول نواجهه؟ اولا على الشخص يتثقف بهذا الموضوع، يعني احنا ممكن نواجه مواقف وناس بطباع وامراض نفسيه مختلفه. على الانسان انه انا اعرف انه الشخص اللي امامي الحاله اللي هو يمر فيها ايش هي وشنو سببها وكيف انا اتعامل معها. يعني اولا انا لازم ادرس واتثقف عنها عن هاي الحاله حتى اعرف كيف اتعامل معها. ثانيا ما اعادي، يعني اذا هو كان يتكلم قصه خياليه ويتخيل تخيلات خياليه وانجازات عظيمه هو غير واقعيه او انه انا اقدر اصلح هاي الامور واغير العالم و و و، ما في داعي تفرض رايك او تبين له انه هو غلط. امشي معه خلص، لانك انت حتى لو اثبتت له انه كلامك غلط ما حيصدق. فلذا التماشي معه وعدم المصادقه. التعاطف هذا بالنهايه شخص مريض نفسي، يعني هذا الشخص عنده خلل، صار عنده خلل بطريقه تفكيره بطريقه فهمه للامور. نتعاطف مع الشخص، دائما التعاطف مع الشخص يعني يشعر نوع من التقارب، يعني هو الشخص نفسه ممكن يتقرب لك. انت بس فهمت الحاله اللي هو بيها وما صديتها وتعاطفت معه، انت وصلت لمرحله ممكن تنصحه انه هو يشوف دكتور ودكتور نفسي معالج نفسي. يعني مو تنصحه من الاول او تتنمر عليه او تاخذ الموضوع من ناحيه يعني as a joke يعني كمزح. لا، خلينا ناخذ الموضوع بجدية، وهذا أهم الأمور. ولما تتكلم معاه الشخص لازم يتكلم بطريقة واضحة، يعني ما نستخدم الكلمات المبهمة اللي تخلي الشخص يشك فيك بزيادة، لأنه إحنا قلنا اللي عنده البارانويا دائما يفكر إنك أنت ضده وإنك أنت ممكن تقتله وإنك أنت عدائي وهكذا. فأنت دائما اختار الكلمات الواضحة، خليك بسيط بكلامك وصريح معه. نعم أكيد. إن شاء الله يا رب اليوم سجى قدرنا من خلال فقرتنا لنوصل فكرة فعليا يعني نبحث بمزايا الموضوع بشكل كامل. شكرا لك، نورتينا كالعادة، شكرا جزيلا. شكرا سجى. شكرا لكم، مع السلامة.